لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. قبل البداية أدعوكم إخواني الكرام للإعجاب بالفيديو وكذا مشاركة تعليقاتكم وآرائكم معنا تشجيعا لنا. إليكم أبرز العناوين: رسميا غياب مهاجم بارز عن الفريق الأحمر، وهذه مدة غيابه عن الميادين. المدرب وليد الركراكي يفاجئ الجماهير الودادية برسالة خاصة لوليد الكرسي. الوداد الرياضي يعاقب المهاجم بادي أوك بعد شجاره مع الكونغولي بنزاغاي. وفي خبر عاجل، الاتحاد الافريقي الكاف يفرح الوداد الرياضي قبل مواجهة نادي قلوب الصنوبر الغاني لمسابقة دوري ابطال افريقيا. خضع المهاجم صلاح الدين منيشو لعملية جراحية بعد اصابته بالتهاب الزائدة الدودية، وذلك باحدى المصحات الخاصة في مدينة اسفي، حيث اجرى العملية الجراحية يوم الاثنين الماضي. واكد مصدر ودادي مسؤول أن الطاقم الطبي للفريق الأحمر يواصل تنسيقه مع الطبيب الذي أشرف على العملية الجراحية، مضيفا أن المهاجم صلاح الدين منيشو سيغيب عن الميادين لمدة 3 أسابيع. وانضم المهاجم صلاح الدين منيشو إلى الفريق الأحمر خلال الميركاتو الصيف الماضي قادما إليه من فريق أولمبيك آسفي، وذلك بتوصية من المدرب وليد الركراكي. قرر المدرب وليد الركراكي معاقبة المهاجم بادي أوك بعد خلافه مع المهاجم الكونغولي بنزاغاي، وذلك عقب نهاية المقابلة ضد فريق شباب المحمدية برسم جولة 5 من الدوري المغربي. وأكد مصدر ودادي مسؤول أن المدرب وليد الركراكي قام باستبعاد المهاجم بادي أوك من الفريق الأول، وذلك في محاولة منه لفرضه الانضباط وتفادي مثل هذه التصرفات مستقبلاً، والتي قد تساهم في تعكير الأجواء داخل الفريق الأحمر. ومن المتوقع أن يتم استبعاد المهاجم بادي أوك عن مباريات الدوري المغربي، كما أشار أنه من الممكن أن تتم الاستعانة بخدماته خلال الرحلة إلى غانا لمواجهة نادي قلوب الصنوبر لرسم الدور التمهيدي الثاني لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، وذلك في ظل الخصص الذي تعرفه تشكيلة النادي الأحمر على الصعيد القاري لعدم تقييد المهاجم بنزاغاي وزميله جوفيل تسومو، بالإضافة لصلاح الدين منيشو بالقائمة الأفريقية لنادي الوداد الرياضي. ودع المدرب وليد الركراكي لاعبه وليد الكرسي بعد انتقاله من الفريق الأحمر إلى نادي بيراميدز المصري. ونشر المدرب وليد الركراكي على حسابه الشخصي صورة تجمعه بوليد الكرسي، وأرفقها برسالة وداع مؤثرة جاء فيها: شكرا لك على كل ما قدمته للفريق الأحمر، كان لقاء جميلا جدا بالنسبة لي منذ أن اكتشفت لاعبا رائعا ومحترفا داخل وخارج الملعب، مضيفا: أتمنى لك حظا سعيدا في بقية مسارك الكروي، وأنا متأكد أنها ستكون مليئة بالنجاح إن شاء الله. وتوصل وليد الكرسي متوسط ميدان الفريق الأحمر إلى اتفاق رسمي مع نادي بيراميدز المصري، والذي يقضي بانتقاله إلى الأخير في الأيام القليلة القادمة، وذلك بموجب عقد يمتد ل3 مواسم رياضية قادمة بعد تمديد الميركاتو الصيفي في الدوري المصري. حل الوداد الرياضي في صدارة الفرق المغربية على الصعيد الأفريقي، وذلك بعدما احتل المركز السادس في ترتيب الأندية القارية، واحتل الفريق الأحمر المركز السادس قاريا فيما حل فريق الرجاء الرياضي في المركز التاسع، وحل فريق نهضة بركان في المركز 32، وجاء فريق الجيش الملكي في المركز 40 متقدما على نادي الفتح الرباطي الذي احتل المركز 67، بينما حل فريق الدفاع الحسني الجديدي في المرتبة 68، واحتل نادي مولودية وجدة المركز 87، فيما جاء نادي حسنية أكادير في المركز 95، بينما حل نادي الأهلي المصري في المركز الأول قاريا حيث تفوق على نادي الزمالك المصري الذي حل ثانيا، فيما جاء نادي ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي في المركز الثالث على المستوى القاري. أعلن الاتحاد الأفريقي الكاف عن هوية الطاقم التحكيمي الذي سيقود قمة فريق الوداد الرياضي ومستضيفه نادي قلوب الصنوبر الغاني، وذلك لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني من مسابقة دوري أبطال أفريقيا. وأسند الاتحاد الأفريقي الكاف مهمة إدارة هذه المقابلة إلى الحكم الأنغولي هيلدر ديل كارفاريو، بالإضافة إلى مساعديه جو أمادو غوما وجيرسون إيماليانو دو سانتوس. وسبق للحكم المذكور قيادة مجموعة من المباريات للأندية والمنتخبات المغربية،
وأبرزها مقابلة فريق حسنياس أكادير ونادي الزمالك المصري، والذي عرف رفضه لهدف صحيح للنادي الأكاديري بدعوى عدم تجاوز الكرة لخط المرمى، وأيضا مواجهة المنتخب الوطني المغربي ضد منتخب البنين في الدور الثمن النهائي لبطولة كأس أفريقيا. ويذكر أن مقابلة الفريق الأحمر ضد نادي قلوب الصنوبر الغاني تجرى يوم 17 من شهر أكتوبر الحالي، وذلك برسم ذهاب الدور التمهيدي الثاني المؤهل لدور المجموعات ضمن مسابقة دوري أبطال أفريقيا. يصر المدرب وليد الركراكي على إشراك المهاجم التنزاني سيمون موسوفا أساسياً في جميع المباريات التي خاضها الفريق الأحمر بالدوري المغربي، وذلك على حساب المهاجم بنزاغاي والذي تمكن من تسجيل هدفين في 3 مباريات دخل خلالها احتياطياً. وأكد مصدر ودادي مسؤول أن المدرب وليد الركراكي متشبث بإشراك المهاجم سيمون موسوفا حتى يكون جاهزاً لمواجهة نادي قلوب الصنوبر يوم 15 من شهر أكتوبر الحالي باعتباره المهاجم الوحيد المؤهل للمشاركة في المقابلة، وذلك لاستحالة إشراك المهاجمين شوفيل تسومو ومبينزاغاي إلى جانب صلاح الدين منيشو لعدم تقييدهم بالقائمة الأفريقية، حيث منح المدرب وليد الركراكي العناصر المؤهلة لخوض المقابلة بمسابقة دوري أبطال أفريقيا فرصة أكبر للمشاركة في مباريات الدوري المغربي، وذلك راجع لمحدودية الاختيارات على مستوى قلب الهجوم.